خيرك صباح سكركم ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. وقررت نسجل لكم هذا الفلوغ بداية ساعة بصوتي، يعني ما راحش ندير لكم تسجيل صوت، فهذا صوتي وهذا الكلمات تاعي وهذا الكوات. قلت لكم انا في طبيعة نبغي كي نرقد حاجاكم اكرمكم الله نخرج رجلي نخرجهم من الكوات، مانيش عارفة علاش، يعني نحس كي شغل يعني الكوات هو ميزان، يعني رجلي حاجاكم ميزان تاع الحراره تاعي، يعني كابابل منها قاعده نعرق ومن تما رجلي تشوف في البرود، يعني نورمال يعني اليز. المهم راه 6 تاع الصباح، راهي 5:56 دقيقه، يعني 6 تاع الصباح مازال ما نرقد، راه عندي ارق خوف دي فوا هاد المرايه، نبقى نستخايل في خيال فات، نستخايل في الهفه. غادي نحكي لكم على الاراد اللي هم عندي، وصباح باذن الله الواحد الاحد ان شاء الله راني رايحه ندير تعييرات وراح نروح عند دكتورة نفسية. طبعا بزاف منا عندهم يحشموا كي يسمعوا بسيكولوج، تقولك بلي لا يعني بسيكولوج يروح لها غير المريض، لا بلاكس، راهم رجال أعمال ودكاترة يتعالجوا عند دكاترة، يعني بسيكولوج هو إنسان محلل كما نقوله، إنسان تحكي معاه تجمع معاه تحكي له مشاكلك يعطيك حلول يحافظ على يعني الأسرار تاعك، يعني تكون كما نقوله في بير عميق، يعني ما هو شيء ولا حرام. بالك انا اليوتيوبرز الوحيده في السوشيال ميديا اللي تقول بلي انا رايحه عند بسيكولوج ونقول فيها، يعني باسكو الفتره اللي فاتت يعني ما كنتش نحكي، فتراكمت عندي مشاكل بزاف وتراكموا عندي الهضره بهكا في راسي، كشغل ما عنديش لمن نحكي، ف كيما عنديش لمن نحكي كشغل ولات تجيني ضيقة الخاطر، وليت نقنط نبكي، وكان غير نتفكر مجرد موقف صغير من المواقف اللي عانيت منها نحس روحي بلي راني هكا قانطة، نبقى نبكي بوحدي ونحس بالاكتئاب، يعني اصلا نخرج من الاكتئاب نعاود ندخل فيه. فالحل تاعي هو لازم دكتور اللي هو بديت صحيا يعني نعالج يعني في جسمي، انه انا السكر راه يطيح، لا طونسيون يطيح، يعني لو كان نخلع والو حاجه والو ولا غير هفه ولا نسمع الباب طبطب ولا صوني تليفون نخلع، صاي لا طونسيون يطيح لي والسكر يطيح لي، ف ونبقى نرجف ونقعد هكا شغل رجلي يتنملو. المهم واحد الاعراض اللي يوريهم لكم اللي سلطهم عليكم. المهم البنات قلت لكم طبعا راني راح ندير التحاليل باش نعرف النتيجه تاع التحليل ان شاء الله باذن الله الواحد احد تعرفوها معايا كاش كاين، وثاني راح نقول لكم نروح عند البسيكولوج باش نعرف كيما نقولوا نحكي معها نعطيها يعني نحكي لها مشاكل اللي تعطيني حلول في نفس الوقت باش تكتب لي منوم. غادي تقول لي راني على شكي صادري في هذه الهضره طالق، غادي يسمع هذا الفيديو غادي يروح يشكي بك، انا مانيش حشمانه ومانيش خايفه ونتحدى اي مخلوق او عبد يقدر يستعمل الكلمه هذه ضدي، انه انا غادي نروح عند البسيكولوج. علاش؟ باسكو راه عندي ارق ايماجينيتي، نرقد انا 8 تاع الصباح 9 تاع الصباح نفيق على 12 الوحدة، عندي في 24 ساعة نرقد ربع سوايع متواصلين، ربع سوايع اللي نرقدهم متواصلين ولا خمس سوايع هادوك ما فيهمش ماكلة وشرب، أباغ فيهم قهوة تاع صباح وكاس تاع مانغيزيوم، أباغ هكاك مكانش لابيتي مبلع، لابيتي مبلع، نخمم بزاف راسي يبني وهدم، كنت نخمم في قراية تاع بنتي، من بعد كي الحمد لله حليت المشكل هذاك دوك راني نخمم كيما نقولو في بزاف صوالح، راني نخمم باش نخدم مكانينش خدمة، يعني عندي عدة مشاكل نفسية وخصني أنا نواجه مشاكل تاعي، خصني أنا مبقاش نتهرب منهم. بزاف صوالح كاين بزاف ناس مانيش قادره نسامحهم، خصني نحكي مع بسيكولوج باش يعطيني راي. خديت واحد الفئه معينه تقول لك راني لا قومي الليل وسجدي وصلي وطلبي ربي راح تريحي. البنات ماشي معناتها، لاحظوا انه حتى الاطفال مانيش نديرهم الفتره هذه، تلاحظوا بلي الاطفال مانيش نديرهم، الحمد لله حبست الاطفال، حبست بزاف صوالح، لي فوسيل حبستهم يعني مانيش نديرهم ما بالفتره هذه، وراح نداوم يعني الحمد لله على الرقيه الشرعيه، راح نرقي وراح ندير الحجامه بول وماماني مريضه، يعني ما قدرتش نحجم، ولكن كي راح نريح راح نحجم يعني حجامة تجميلية تاع الوجه والحجامة تاع الجسم. راح نداوم على الرقية، طبعا نداوم على صورة البقرة، الحمد لله والشكر لك يا ربي، صافي هادي بالك شعر من يوم، نداوم على صورة البقرة الحمد لله يا ربي نسمعها، كيما نقولوا حاجة ما نكذبش عليكم نقول لكم نحس براحة او نحس بتغير، ولكن اكيد راح يجي النهار اللي راح نحس هذيك الراحة تاعها او نتمحن في كلماتها، لانه لحد الان كيما نقولوا شوف الصلاة كيما تكون بالخشوع، حتى سماع القرآن لازم يكون بنية، انه انا ديفون نسمعها غير باش نسمعها، راكم فاهمين، مابقاش نتعمق فيه
ولا نتعمق في هذيك الصوره ولا نسي نفسر هذيك الكلمه، فهمتوني؟ يعني مازال ما وصلتش لهذيك المرحله. دعوا لي بالثبات والهدايه، هذا ما نقول لكم، هذا ما نطلب منكم، دعوا لي بالشفاء. طبعا انا انسانه جريئه الحمد لله والشكر يا ربي، بالك جراه انا اللي عندي، وانا متصالحه مع نفسي. انا الجرأة والتصالح مع نفسي اللي عندي، غيري ما عندهاش. يعني متاكده بزاف منكم ما عندهاش الجرأة باش يهضر الهضره اللي راني نهضر فيها، بزاف منكم ما عندهاش الجرأة باش يروح عند بسيكولوج. ولكن انا نشجعكم، نشجعكم على هذه الخطوه باش تروح عند بسيكولوج. بالنسبه لبسيكولوج راه كاين بريفيو، راه كاين نورمال. النورمال ديال البنات راه باطل عند الدوله، والبريفي البنات راه سيونس وحده دير 250 300 ميل. انا حاليا راح نبدا مع النورمال، باسكو النورمال يعني شكروها لي، قالوا لي خير ما تضيع دراهمك عند البسيكولوج. اون بيس انا جايتني قرايت على الدراري مايا محمد وعائشه، دخلتهم مدرسه قرانيه، تما ما خصني انا نبدا بالمصاريف الزياده، فهمتوني؟ فراح نبدا في النورمال ان شاء الله باذن الله نلقى النتيجه. وفي حاله انه انا ما لقيتش النتيجه اكيد راح نلجا الى البريفي العام. وتانيك يا البنات الحاجه اللي هي قلت لكم عليها ونعاودها لكم، لازم تكون عندك، تكوني متصالحه من نفسك، ماشي معناتها كيما نقولوا كي متضايقه دكتور نفساني، ماشي غير المجانين عقليا او المختلين عقليا، يعني عادي جدا. يعني قلت لكم كاين سبحان الله، كاين بالك وزير رئيس القاهره عند البسيكولوج يسوي عندها نورمال يحكي معها، هي مجرد انسان راح يجمع معك يحكي معك، تحكي لها على مشاكلك، يعطيك حلول، تناقش معاه، يقول لك فرغ لي قلبك، تفرغ لها قلبك. وراكي متاكده هذاك الشخص اللي غادي تحكي معاه ما يعاودش اسرارك، وما راحش يدير بهم لا تاي والقهوه وجمع، فهمتوني؟ ملاحظه راح نجاوب على كيفاش شوف شوف ميزان الحراره تاعي وراه هاولا كي دودة القزرة يخرب. قلت لكم لازم هذا الصباح حشاكم وكرمك الله، هذاك الرجل خاص يخرج. المهم وقلت لكم البنات بزاف قبل لي راني علاش سجلتي ولادك في مدرسة قرآنية بريفي، علاش ما دخلتيهمش في التحضيري تاع النورمال؟ شوفوا مبدئيا يا بنات الجزائر، يعني انا ديجا ما كنتش عايشه هنايا وما كنتش نعرف، ولكن كي جيت البلاد تعلمت صالح. يا بنات البلاد اللي راكم عايشين في البلاد جاه من عام، اللي دايرين روحكم تعرفوا، المدرسه التحضيري ماهيش موجوده في كل المدارس، يعني قسم التحضيري ماشي في كل المدارس موجود، هذه الاولى. ثانيا انه بنتي انا باش عندها 5 سنين ونص ندخلها صف اول، سبحان الله، هو صف اول لازم تكون عندك 6 سنين مبلعه، 6 سنين وشهر 6 سنين اوكي، بصح تحت 6 سنين وإلا كان عندك العرف وعندك كتافك حامين، انا عندي ربي تما اللي دخلوها لك. انا بنتي رحت عند المدير قلت له بنتي تدخل صف اول، قال لي 2018 يا مدام جونفي فيفري مارس هما اللي يدخلوا با بلوس، ابخي العام الجاي ان شاء الله باذن الله الواحد الاحد بنتك تدخل صف اول. ويلا هضر معايا المدير هاد الهضره، نقول له لا ما نتناقش معاه، ندبز معاه. اون بليس طلبوا مني يعني اوراق او الدفتر العائلي تحل لي عليه العمده اللي خرج به الاوراق، راه عند باهم بغاش يعطيه لي. فانا باش نكسر الشر وما نزيدش المشاكل على روحي، اون بليس صحتي ماهيش تسمح لي المشاكل، قررت انه انا ندخل بنتي في مدرسه يعني مدرسه قرانيه. اولا راح تحفظ لي حزب كامل الحمد لله ان شاء الله باذن الله، الواحد الاحد راح تحفظ حزب كامل، تتعلم الخط العربي وتتعلم الخط يعني العادي وتتعلم الخط العربي بالتشكيل، وراح تتعلم لي الحروف. يعني انا بالنسبه لي مدرسه خساره احسن من التحضيري، لان التحضيري تعشي يديروا لهم في المدرسه العامه، يدوهم يجمعوا يجيبوا اللمجه المعلمه تاكل لهم ديك اللمجه، توكل لهم ديك اللمجه وراهم جمعتهم قدامها يلعبوا، ما تعلمهم ما تحفظهم ما والو. بصح انايا قلت ندخلهم في البريفي مدرسه قرانيه لانه راح تتعلم حزب كامل، قلت لي المعلمه تاعها يعني في حاله انها راسها خفيف وتعلمت لي حزب كامل راح ندخلها في الزواج، وقدني الوقت راح نعلمها الزواج، يعني وين نلقى احسن من هكاك؟ وعلى بالي راح تقولوا لي منعوناك ومانيش باغي تزيدي المصروف على روحك، ولكن لو كان باهم ما خممش قرايتهم وما حوش عليهم وما قراهمش وماش باغي يقريهم، انا نولي كيفاه؟ بالعكس انا نحيها على روحي، على كرشي، على مصروفي الخاص، نحي سيدي كاع الكوسم دراهم كوسميتيك تاعي، دراهم مكياج، دراهم قشي، نحيهم نقري بهم ولادي. يعني هادو صوالح زياده بالنسبه لي انا، هاد صوالح زياده، ولكن قرايه تاع ولادي اولى. محمد ديجا راه 4 سنين وهذيك راه 5 سنين، محمد ما شاء الله 4 سنين يدخل مدرسه قرانيه، عائشه راه 5 سنين في مدرسه قرانيه، يعني على بالكم ولادي ديجا بينهم بين ناسهم عام ونص، يعني ماهوش اللاج تاع بنتي. ما نروحش انا نكسر القواعد انه الطفله عندها سن معين تلحق لهذاك السن تدخل تقرا، مازال ما لحقتش داك السن سنه ويجي السن تاعها تدخل تقرا كيفها كيما ندادها، وان شاء الله ربي العام الجاي ما تقراش كاع صف اول هنايا اللي كتب لي ربي. المهم مدرسه قرانيه افضل، راح تعلم لي القران، تحل عينها على القران، تعلم النظام، تعلم ادب بزاف تاع الاكل، ادب الحديث، بزاف صوالح راح تعلمني في مدرسه قرانيه، يعني اسمها مدرسه قرانيه. على بالي راح تقول لي رانيا بزاف صح الله غالب، يعني ما يعني
مجبوره يعني من الغالب يعني قرايه ولادي ما نقدش كيما نقولوا ادعوا لي ربي يقدرني ونلقي خدمه باش نقدر نخدم خدمه اضافيه باش نقدر نوفر هادشي كامل. المهم انا راح نروح نرقد، غادي نروح روبوزي ساعه ونص ولا زوج سوايع باش نروح عند الطبيبه، وصراحه مانيش نحسن بزاف يعني راح نقيسي راح ندير صوره البقره دروك ونقرا يعني يعني نقرا شويه هكا قران ادعيه مانيش عارف نسبح نشوف شنو ندير نشاهد نضيعها كيما نقولوا نملا الوقت تاعي ما قبل النوم ونلهي روحي باش هاك تشوف في المرايه حسب داري مسكونه وانا نخيت كي دير راح تبان ليسونسييل المرايه راح تخوف. المهم عاد تقول لي نحي المرايه من الصاله ما نقدش نحيها باسكو لا كوافيز نحتاجها. المهم حبوباتي قلت لكم غادي نحاول نرقد ساعه ونص او ساعتين هذاك اللي قدرت عليه باش الصباح نروح للطبيبه عادي روديفوها جيانا. قلت لكم مانيش نحسن بصح كي قلت لكم غادي نرقد جاني نعس ليسونسييل غنطفي تليفوني باش ما نقعدش نخرب فيه وغادي نروح نحاول انه انا نرقد ندير قسط هكا يعني صغير من الراحة باش صباح نقدر نواجه كيما نقولوا. بالنسبة لأولادي هاولي كراهم راقدين تما كينا وراح يروحوا معايا الأول جلسة، ولكن راح نحاول ما ندخلهمش معايا ندخل لأنه بنتي راح تفهم وتعرف وش كاين. راح نحاول نعيط لصاحبتي ولا نشوف كاش حد من الناس اللي عارف اللي نعرفهم، ولا الطفل هذاك عامي تاعي اللي حكيت لكم عليه ديجا ما قبل تمساني نعيط له ديجا عنده لوطو نعيط له يقعدوا معاه في اللوطو بلا ما، ولا مانيش عارف يقعدوا في السبيطار مانيش عارف عند كاش وحده من اللي عارف نقول لها تخليهم قدامهم يعني بين ما نكمل الحصه تاعي ونخرج نديهم. المهم راح نروح روبوزي ونعاود نكمل معكم الفيديو تاعي من بعد ان شاء الله باذن الله الواحد الاحد. صباح الخير البنات، انا كنت يا ربي رقدت ساعه ونص باش نروح عندي موعد قلت لكم مع الدكتوره النفسيه وفي نفس الوقت راح ندير التحاليل اللي كان ديجا طلبهم من الدكتور وجيت الدراري وجيت روحي جيت طالعه يعني عندي في الطريق جاي خارج انا من داري عندي واحد الطلعه لازم نطلعها وديك الطلعه تحبس لي قلبي. المهم طلعت هذيك الطلعه ومور ما طلعت ركبت في الطاكسي يا البنات تغشيت مشي كشغل تغشيت هكا وما عليا لا كشغل فشلت ما قدرتش حتى نتحرك، رجلي تنملو وجهي تنمل فمي عواج كشغل ما قادرهش هكا فمي تكمش وعواج يعني سخفت ويدي تقلت عليا ما قادرهش حتى نشد بها التليفون. داني ديريكت لارجونس داك الطبيب طبعا داك الطاكسي طبعا براني دخلت لارجونس ديريكت الدكتور قال لي يعني اكيد هذه لا طونسيون زعاف مادام قال لي عندك سيروم والبراو منه. المهم كملت داك السيروم شوفوا قعدت يا ربي من بالك نص ساعه ونص وانا في السبيطار مع سيروم حتى ل 12 ومعها 12 ونص عاد باش كملت مع السيروم مع ديك البرا اللي داروها لي ورحت خرجت هذوك التيارات باش نفاجئكم ونقول لكم البنات بلي التايرات تاعي ما فيهم والو. وفي النهايه الدكتور قال لي بلي هذا غير قلق وزعاف ولينا يديروا لك كيما هكاك يعني عوجوك هما اللي عوجوك. قال لي انت يا زعما درت شوفوا درت تاع الكواس درت تاع مانيش عارف تاع الشحمه درت مانيش عارف شوفوا جميع التعيرات درتهم وكاع درتهم بريفي يعني ما درتهمش ميم با في سبيطار نورمال نقولوا بالك ما يعرفش لا درتهم بريفي ولي كامل صافيين. بقى لي واحد التعيير تاع الكلواطه اللي الطبيب مازال ما درته هذاك وما تقريبا ما راحش نديره لانه ما عنديش بروبليم في الكلوات تاعي الحمد لله واني متاكده راح نديره ما راحش يدير لي اي نتيجه ما راحش نشوف اي نتيجه يعني ما فيا والو الحمد لله. ليسونسييل البنات قررت اني طبعا الحصه تاع الدكتوره النفسيه فاتتني باش نقول لكم ملاحظه الموعد تاع الدكتوره النفسيه اللي خديتها معها كان ديجا فاتني انا دايما موعدها 10 تاع الصباح 10 ونص وهي ديجا تخدم نص نهار وانا ما كملتش حتى 3 باش دخلت 3 باش خرجت من السبيطار كنت كملت ديجا السيروم وصوالحي وقضياني ثم ما جيت نكمل هذاك السيروم كانت ديجا الطبيبه خرجت وهي تخدم غير نص نهار تما غدوه ان شاء الله باذن الله الواحد الاحد راح نروح نشوف الحصه يعني اللي فاتني راح نروحها. وثانيك البنات بيتكم تدعوا لي ربي يفرحني ويشافيني لوليداتي لانه والله العظيم مساكين غاضوني ايماجيني مصباح وهما قاعدين معايا في السبيطار. وقلت لكم انا انسانه متصالحه مع نفسي ما عنديش اللف والدوران ما عنديش الخبتي اني مريضه اني مريضه. دوك الطبيب كي شاف التعيرات قال لي مادام ما عليك غير سي فري قال لي قلت له اني باغي نروح عند الدكتوره النفسيه قال لي قرار مليح قال لي ديجا بلينر خطريت رحت لهم بلينر ثاني صرا لي كيما هكاك يعني مرت بلينر وهاد الخطره ثاني كرهني بلينر ثم قال لي احسن حاجه راح ديريها مادام انك تروحي للدكتوره النفسيه وكتب لي الدواء كتب لي كاسيبروناد يعني هكا كيما نقولوا مجرد مهدئ هذا مكان. وولادي مساكين ركضوا في الطريق تجرجوا اليوم معايا الله يجعل ربي يسمح لي مساكين غبنتهم معايا تجرجتهم في الواطا وفي الطاكسيات وفي السبيطارات والمرض بصح على الغالب تحتمت عليا لانه ما عندي حد راح يشدهم اليوم ما عندي حد راح يقضبهم ما عندي حد راح يكون معايا
فاضطريت انه انا نديهم معايا. المهم دعواتكم ما راحش نطول عليكم كثر، هذا هو اللوك تاع اليوم، ما قضيتش ندير لكم روتين، فقررت اني نطمنكم عليا نتيجه التحاليل، وقلت لكم موعد تاع الدكتوره النفسيه ما راحش ندير، يعني فاتني اليوم راح ندير حتى الغدوه ان شاء الله باذن الله، باسكو عيطت لها وعاود شديت موعد واحد اخر ان شاء الله. كما قال لك سمعنا سمع الخير، الله يشافيني ويشافيكم ويشافي جميع المرضى ان شاء الله باذن الله الواحد الاحد. دعواتكم اقسم بالله راني محتاجه دعوات تاعكم ولو كلمه طيبه. خطينا هذاك من التعليقات السلبيه، الله يخليكم. ثاني